بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك على الله وعلى اله وصحابته والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. بكل لمحه ونفس عدد ما ساويه الله. فرض اللهم عن سادتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين وعن التابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين، ولا تكلمنا بعدهم ولا تكلمنا بعدهم، واغفر لنا ولهم والحقنا بهم على خير حال. اللهم فقهنا في امور ديننا ودنيانا، واعنا على ما اقمتنا فيه، ووفقنا فيما اقمتنا فيه، وخذ بايدينا اليك بما اقمتنا فيه مما اقمتنا فيه، وحل بيننا وبين غيرك حتى لا نشاهد في الكون الا افراح السلم او ذلك. وما بكم من نعمه فمن الله، نسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسالك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونسالك من خير ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، انك انت علام الغيوب. اللهم انا نسالك الثبات في الامر، ونسالك العزيمه على الرشد، ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسالك لسانا صادقا وقلبا سليما، نسالك ايمانا بحسن خلق، ونجاحا يرفع فلاحا، ورحمه منك وعافيه، ومغفره منك ورضوانا. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا شفت عليه وعافيته، ولا غائبا الا بالسلامه رددته، ولا حاجه يا لك الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. يا رب ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا وذريتنا وابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وكل من سالنا دعاء المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، نكمل قراءه كتاب حشيده الشيخ ابراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزري على متن الغايه والتقريب للقاضي ابي شجاع في فقه الساده الشافعي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين امين. بدانا في الجلسه الماضيه فصل في احكام العاريه وهي ما يستعار للانتفاع به دون استهلاك عينه بحيث يبقى كما هو، ثم ترد مره اخرى لصاحبه، كان تستعير كتابا لتقراه او ثوبا لتلبسه ثم ترد مره اخرى. ولا يتصور العاريه بشيء يستهلك بالاستعمال كطعام لتاكله، لا يسمى عاريه، ولكن كاتبه شراء هديه صدقه، لانه يستهلك. وقلنا في الجلسة الماضية أن العارية في الأصل مستحبة، وأحيانا يطرأ عليها الأحكام، أحيانا تكون واجبة، أحيانا تكون واجبة. مثلا افرض أنت في صحراء ووجدت بئر فيه ماء والماء عميق، ولا يوجد معك دلو عشان تجيب المية من تحت، وأنت هتموت من العطش، أو معك الدلو وليس معك حبل. وبعدين في ناس قاعدين في المنطقه شايفين منظرك وانت قاعد حيران على شقه البيت، حقه البيت عطشان وجاي من مكان بعيد وفي ايدك الدلو بتاعك ومفيش حبل معاك، تعرف تنزل وجب عليك معارضك الحبل. هذه صوره من الصور العاديه الوجيبه. يجب عليك في الحاله دي ان يعيروك الحبل اللي تربطه في الدلو علشان، فإذا لم يعيروك لك أن تستعيره عنوة بالقرب، أو تؤجره، أو تشتريه، المهم تشترك عشان تنقذ حياتك. فإن عرضوه عليك هبة لا يجب عليك القبول إذا كان للوضوء، لأن الوضوء لو بقي أتيانه وخلاص، لأن الهبة ممكن يعيروك بيه،
معرة، إنما التجارة أو البيع والشراء مفيش معرة فيها، أو الإعارة والله يعرضه تاني، إنما لما يقول لك خذوا هبة هذا ممكن بعد كده يمن عليه لشدة المنة على النفس. في ناس نفسها ما تقبلش حد يمن عليه، فيبقى لك يعني لو قال لك خذ الحبل هبة تقول مش عايزه كويس. لو كان لأجل وضوء عايز تجيب المية عشان وضوء تقول له مش عايزه وتتيمم وتصلي، لأن هنا في فقد للماء حسي مش قادر يوصل له، هو صحيح شايفه بس مش قادر يوصل كويس. الحاجات دي كلها أنا قلتها زمان، لكن ما ينفعش يعيرك كوب مملوك ماء لتشرب الماء، لأن الماء هنا هيستهلك، لكن ممكن يعيرك الكوب نفسه وتروح له تاني بعد ما تشرب، يعني تبقى مثال. واحيانا تحرم، تبقى حرام انك انت تعيد. واحد عايز يستعير منك اله من الات اللهو، الات اللهو اصلا زي كمان جولون والحاجات دي حرام اقتناءها اصلا وحرام استعمالها. يبقى طالما يحرم اقتناءها ويحرم استعمالها يبقى يحرم اعمالها ويحرم شراءها وبيعها وصناعتها كمان. يبقى في الحاله دي لو طلب مني الاعاره اذا انا ابيعوه مثلا ورثه من اجدادي كانوا يروا انه ليس حراما على مذهبهم في يوم من الايام مثلا، فانا اللي وانا مذهبي كويس اني لو كنت حرام بس انا سايبه من ريحه الاجداد، يبقى انا مرتكب نوع من الحرام الصغير صغار من الحرام. اقول له كده حرام بس الصغار مش كده، يقول لك بس انا اصل الحاجات دي ليها معنى اثري عندي، احنا من عيله قديمه وبنحب احنا الحاجات دي اصلا، وارث بياله من ايام جده عن خامون ولا حاجه من دي. يحرم على عندنا احنا نقتنع، يقول لك انا مش بقتنيه عشان استعمله، ده انا بقتنيه قيمته الاثريه. خلاص انت حر ايه؟ فبالحاله دي يحرم عليك اعاراته كويس، لان يحرم استعماله يعني مسائل. زي ما ادالك امثله برضه ان يحرم مثلا انك انت ايام ما كان في جواري وايام ما كان في رق، كان ممكن يبقى عندك انت جاريه جميله ملك يمينه، ما ينفعش تعيرها صديقك اللي عايش لوحده، لان يحرم طول الوقت المراه الاجنبي كده هتعينه على انه يفعل حرام. وهذه امثله يعني، وهكذا هي الاحكام الفقهيه. احنا كان في سطر بس كده كنا عايزين نعيد قراءته مره اخرى لان يظن من ضمائر الفرق معانا. كنا احنا واقفين بنقول تعريف العارية أو العارية، المصريين بيخففوا الياء يقول لك العارية، لكن الفصيح هي لغة برضه، لغة مش فصيح، لكن الفصيح العارية بالتشبيه ده الفصيح. هي تعريف الشرعي إباحة الانتفاع من أهل التبرع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده على المتبرع، وقال إن إحنا إيه اللي يرده على المتبرع دي؟ يعني مهنة الرد على المستعير من ماله، إذا كان في تكاليف رد المستعير، الإعارة دي محتاجة عربية الأهل مثلا تبعت له بما أنت تدفع أنت وأولاد النقل، وتدفعه بنت الشيال كويس؟ يبقى دي عليك. على قول يرد على يرده ان مهنة رده على المستعير من مالك، لو استعرت انا من مالك مالك الشيء وكذا من نحو مبتدع، افرض انا استعرته من مؤجر كويس، يعني واحد مأجر الشقه او مأجر عربيه، واحد مأجر عربيه يوم يستعمل وانا صديق، فلقاني محتاج ان انا اروح مشوار، قال لي طب ما تاخد المشوار ده قديم هات وانا مستنيك، يبقى هو اداني اعاره مشوار وهو اصلا ما اجرها فهو مش مالك كويس، يبقى انا كده مستعير مش من مالك، من مبتدي من مؤجر واضح. لو رديت له انا العربيه دي يبقى البنزين عليا،
البنزين اللي هي المؤنبة مؤنة التكاليف عليا البنزين بتاع المشوار بتاعي مش البنزين افوله التانك مشوار انا ده بتاع لتر بنزين لترين بنزين يبقى انا ادفع له كمان لتر بنزين او لترين بنزين واضح؟ ان رد عليه يبقى لو رديت انا للمكتري يبقى البنزين عليه. طب افرض ان انا رديته للمالك خدت منه عنوان مكتب الايجار السيارات ورديتها له مباشره يبقى انا هنا البنزين مش عليه لان اصلا المالك هو اللي ايه المالك فهمت ازاي المالك ده انا هنا البنزين هيبقى على المالك لان المهجر البنزين على صاحب الملك البنزين ده المهجر لكن المستعير يعني لا المستعير نشوف كده اصدار انعكست نقرا تاني ونذكر فبيقول هنا فان رد عليه يعني على المبتدئ فإن رد على المالك فالمنت عليه يعني على المالك كما لو رد عليه المكتري يعني على المالك يبقى المكتري لما يرد المنت مش عليه واضح يبقى أنا لو أنا مستعير من المكتري فرديت أنا على المالك يبقى معيش مؤنة لأن هو المالك مش منتظر مؤنة لأنه حاسبها في الإدارة حاسب المؤنة في الإدارة أصلا واضح لكن انا لو رديتها على المكتري المؤجر فيبقى المؤن علي انا المستعير عشان والمؤجر لما يردها مش هيدفع حاجه لانه اصلا دافع ثمن الايجار واضح يبقى بيتهيألي احنا الضمير هنا كنا عكسناه فظبطناه النهارده يبقى فالمؤن عليه يعني على المالك كما لو رد عليه المكتري كما لو رد على المالك المكتري هنا واضح يبقى دي احنا بس كنا عايزين نطبقها لان احنا الضمائر كانت اختلطت علينا. احنا واقفين بقى على قوله هو شرط المعير. بيقول ايه هنا؟ وشرط المعير صحه تبرعه وكونه مالكا لمنفعه ما يعيره فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح اعارته ومن لا يملك المنفعه كمستعير لا تصح اعارته إلا لابن المعير وذكر المصنف ضابط المعار بقوله وكل ما أمكن الانتفاع به منفعة مباحة مع بقاء عينه جازة إعارته فخرج بالمباح آلة له فلا تصح إعارتها وببقاء عينه إعارة الشمع للوقود فلا تصح وقوله إذا كانت منافعه آثارا مخرج للمنافع أو مخرج للمنافع التي هي أعيان كإعارة شارع لبنها وشجره لثمرتها ونحو ذلك فانه لا يصح فلو قال لشخص خذ هذه الشاه فقد ابحتك درها ونسلها فالاباحه صحيحه والشاه عليه وتجوز العاديه مطلقا من غير تقييد بمده ومقيده بمده اي بوقت كاعطك هذا الثوب شهرا وفي بعض النسخ وتجوز العاديه مطلقه ومقيده بمده وللمعير الرجوع في كل منهما متى شاء كفايه كده نشوف ايه كلام الشيخ في الحاشية على الجزء الثالث. بيقول هنا الشيخ ابراهيم تعليقا على كلام هذا وشرط المعير الى اخره هو ما قالش شرط المستعير. ما احنا قلنا ان العارية دي عقد بين طرفين الطرف اللي بيعير اسمه المعير واللي بيطلب اسمه مستعير والشيء المستعار ده اسمه معار والصيغه يعني هي اركان العقد اربعه صيغه ومعار ومستعير ومعير مش كده برضه هو العقد ماشي كده هو هنا بيقول لك شرط المعير طب والمستعير ما قالش ايه شروطه فراح جايبه لك في الحاشيه لان هو اصلا كان هدفه الاختصار والحاشيه هدفها التفصيل فبيقول وشرط المستعير تعيين واطلاق تصرف لازم يبقى المستعير معين ما ينفعش اقول اعرض هذا الكتاب لواحد فيكم يقرا. ايه واحد فيكم؟ انا مش معين واحد. لازم اقول لفلان. واخد بالك؟ يبقى شرط المستعير ان يكون معينا. واضح؟
وشرط المستعير تعيين وإطلاق تصرف. يعني هو اللي يقرأه ولازم يكون برضه من أهل التصرف علشان هو ممكن يضمن المعار. فلو ما كانش مطلق التصرف فبدر ايه افسد الحاجه اللي خدها؟ طب وانا هضمنها منين؟ يبقى لازم كمان يكون هو عنده حريه تصرف. يعني ما ينفعش ادي الحاجه اللي اعرف بتاعتي دي لواحد غير مطلق التصرف، ده محجور عليه. محجور عليه لسبب الجنون لصغر سنه لاي حاجه. لان ده محجور عليه ده مش مطلق تصرف. يبقى مطلق تصرف يخرج ايه؟ المحجور عليه. وليس اهل التصرف. فلا تصح لغير معين، كان قال اعرف احدكما ولا لصبي ومجنون وسفيه الا بعقد وليه. لو انا اعرفت بقى واحد سفيه يبقى لازم وجود وليه، عشان لو حصل ضمان وليه هيشيله. واضح؟ اذا بشرط بقى اذا لم تكن العاريه مضمنه، كان استعار من مستاجر. يعني هنا بيقول ولا لصبي ومجنون وسفيه الا بعقد وليه. طب افرض ان انا في الحاله دي ممكن اعير لسفيه لو العاريه دي نفسها مضمونه لطرف اخر. يعني واحد انا مستاجرها منك، ممكن انا اعيرها لسفيه بغير اذن الولي لان هي مضمونه عندنا. انا بضمنها له. واضح؟ لكن لو كان من مالك يبقى لازم باذن وليه. يبقى لو كانت مضمونه لاي طرف من الاطراف يكفي طرف واحد، مش شرط كل الاطراف تبقى ضمنه. واضح؟ لانها لو ضاعت من السفيه وهو واخدها من مستاجر فانا هروح بالضمان على المستاجر. واضح؟ فده معنى كلام الشيخ. شوف كل الامور دي كلها قايمه على تفسير قول الله عز وجل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. كل دي تفاصيل اللي في المنهج. كلمه ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل النبي بين فيها احكام الاعاره والعقود الفاسده وكيفيه البيوع وكيفيه الشراء وشروط اهل العقود وامتى محكم وامتى. شوف كل كتاب المعاملات دي كلها تفسير للايه دي. فشوف اللي يقول لك النبي ما فسرش القران يبقى مش فاهم. ما كل حديث النبي تفسير للقران. فاهم؟ فيبقى كل كلام الفقهاء دول جايبين التفاصيل دي كلها، كل سطر منا تحت دليل اجمالي وهو انه يحاول ان يمنع اكل اموال الناس بالباطل. فالخطيب يقعد يفكر ازاي تضمن وازاي ان الماده ما يضيعش وازاي ما تاخدش غير حقك، ويبتدي يقعر القواعد بناء على اصول الشرع. لكن في بعض الناس ضيقه الافق يجي يقعد يقرا السطور دي ويقول لك يا اخي ايه الادله بتاعت الحاجات دي؟ وليه قال الشروط دي؟ جابها منين؟ هو النبي قالها. هو النبي قالها ضمنا في حاجه اسمها مقاصد الشرع، في حاجه كتير، لان الفقهاء دول على مر العصور اختلطت احكام الدين ومقاصد الشريعه باذهانهم وبقلوبهم وبعقولهم وتناولوها على مر العصور مناقشات كثيره لحد ما استنتجوا من المجمل ده التفاصيل اللي انت بتقراها. فانت ما تقدرش تقول ان هم الفوها، ما الفوهاش، ده هم هرموا احكام الشرع وابتدوا يحولوها الى حياه. تعامل في الحياه، ازاي تتعامل في الحياه وانت بهذه الصوره؟ وعشان كده بيقول ايه؟ ولا لصبي ومجنون وسفيه الا بعقد وليهم اذا لم تكن العاريه مضمنه. كان استعار عن المستاجر، لان هنا العقد الضمان عن المستاجر. وصح بالتبرع عليه، الشرط الثالث صح بالتبرع عليه، لكن مستعير برضه بالمنفعه. يعني لازم كمان ان المنفعه دي تكون صحيحه ليه. يعني ما ينفعش مثلا انا اتبرع بصيد المحرم، صيد بر المحرم. واحد محرم يحرم عليه اكل صيد البر، فانا اتبرع بصيد بر المحرم، يبقى كده انا بعينه على استعمال منفعه حرام عليه. واخد بالك؟ لا نحو صيد المحرم وجاريه يأمن ونحو ذلك. وللمستعير استفاء المنفعه.
اي حد مش الصيد المحرم لو خده يحرم اقتناءه ويحرم ان يبيعه كما انه يحرم عليه اكله. واخد بالك ازاي؟ فيبقى ملوش منفعه عنده. فازاي انا اعيبه حاجه ما يعرفش ينتفع بيها؟ يبقى ما ينفعش اعطي حقه. واضح؟ وكان برضه على فكره الات الصيد لمحرم. يعني ما اقدرش اديله الات صيد لمحرم علشان يصطاد بيها. لان كده بعينه على حرام. الا لو اديله شبكه يصطاد سمك موت. واحل لكم صيد البحر ما دمتم ايه؟ ما دمتم حرما. لان سيد البحر مستثنى. يعني المحرم ممكن يصطاد سمك وياكل، لكن ما اصطادش غزاله بيضطر ياكلها. واضح؟ وجريه يا النبي ونحو ذلك. وللمستعير استيفاء المنفعه. المستعير هنا طالما توفرت في الشهود دي له ان يستفيد، يعني ياخذ المنفعه يستفيد بيها. سواء بنفسه او بغيره، او يديها لابنه، او يديها لصديقه، او يديها لجاره. كويس؟ اذا كان مثله في الشهود يعني يصح التصرف، حر التصرف، واخد بالك، وانها منفعه مباحه بالشروط دي كلها. أو دونه يعني أقل منه، يعني الأب يدي لابنه أو يدي لقريبه، لكن ما ينفعش يدي لرئيسه، ما يديش للأعلى منه. واخد بالك؟ لا أعلى منه. وسيذكر المصنف شرط المعار في قوله وكل ما أمكن الانتفاع به إلى آخره. وشرط الصيغه يشعر بالاذن في الانتفاع الى اخر ما مر. لان لو اعارها الاعلى منه وتلفت ما يعرفش يطلب من الاعلى منه الضمان. واخد بالك؟ الاعلى منه ممكن يكون اقوى منه سلطه او يستحي منه او شيء من هذا. لكن لما يعيرها لقرينه او للاقل منه يوم ما تتلف تعرف يضحك يعرف يكلمه. شفت ازاي الفقهاء كل حاجه بيحاول يستنى. طب افرض ان في بعض الناس عنده الاعلى منه يعرف يواطي منه حقه يديه، لانها كل دي بقيود. زال القيد زال الشر. فهمت بقى مثلا؟ وسيذكر المصنف شرط المعار في قوله وكل ما امكن الانتفاع به الى اخره. وشرط الصيغه لفظ. ايش صيغه بقى هي؟ الشرطة لفظ يشعر بالإذن في الانتفاع إلى آخر مرة، سواء لفظ أو إشارة أو فعل. يعني يقول لك إيه؟ أعرني الكتاب. فممكن تقول له باللفظ أعرضته لك. وممكن أحدد مدة وممكن أسيبها مطلقة. أعرضته لك من غير مدة. أو أعرضته لك أسبوع أو يومان. يبقى دي مقيدة والثانية مطلقة. واضح؟ المطلقة لا تجيز لك استعماله إلا مرة واحدة. لكن المقيدة لك أن تستعمله عدة مرات طالما محدود المدة. واضح؟ يبقى ده لفظ يشعر بالإذن. وممكن يقول لي أعدني الكتاب أنا ما أكلمش. أنا أقول له. يبقى بالفعل. تبقى صيغة برضه. أو بالإشارة. موافق. بتكلم في محمود مشغول ويقول لي عين الكتاب وانا بتكلم في مكالمة يعني خلاص. يبقى يجوز بالإشارة المهتمة، يجوز بالفعل والمناولة، ويجوز باللفظ. كل دي تبقى صيغة صحيحة. واضح؟ قالوا صحة التبرعات. يبقى شرط المعير اللي هو صاحب الشيء اللي هيعيره، سواء كان الشيء اللي هيعيره ده هو مالكه او مؤجره. واضح؟ صحة التبرع لانها تبرع بالمنافع. وقوله وكون مالكا لمنفعة ما يعيره، اي وان لم يكن مالكا لعينه. المستاجر مالك للمنفعة مش للعين، فيبقى يصح اعارة المستاجر. واضح؟ انا مأجر شقة وقافلها، وانت نازل من البلد هتقعد اسبوع تعطي مصالحك. ممكن اقول لك اقعد فيها الاسبوع ده واديك مفتاحها، ما هي مش ملكي، انا مأجرها، بس انا قافلها، مش محتاجها. وانت راجل قريبي وجاي من البلد وعايز تقعد لك اسبوع، قبل ما تقعد في الرجامة، اقول لك خد مفتاح الشقة دي واقفلها الاسبوع ده. واخد
بالك وبرجع لي المفتاح بعد ما تخلص مصلحتك قبل المسافه، تنفع الاعاره. مع ان الاعاره مش من مالك بس من ايه؟ من من يصح له الانتفاع. واضح؟ وكونه مالكا لمنفعه ما يعينه، هل وان لم يكن مالكا لعينه، لان الاعاره انما ترد على ايه؟ على المنفعه دون العين. عقود البيع بترد على ايه؟ على العين. بتشتري كتاب اقول لك خد اقراه، لا خد الكتاب كله وبقى ملكك، ممكن تاخده من تبيعه كمان، مش كده برضه؟ يبقى عقود البيع والشراء بترد على العين، لكن عقود الإعارة ترد على المنافع، وكذا الإيجار. واضح؟ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة دون العين، فتصح من مقترن يعني من مؤجر ومنصا له بالمنفعة. اعترف إن أنا عندي شقة مقفولة، وقبل وفاتي وصيت ولادي قلت لهم خلي الشقة دي لولاد عمكم يقعدوا فيها فترة تعليمهم عشان هم سكنهم في البلد وهيبقوا في الجامعة. واخد بالك؟ أوصيكم يقعدوا في الشقة دي جنب الجامعة، يقعدوا الأربع سنين بتوع الجامعة وبعد كده يبقوا يضلوا تاني وصية. ومدة يبقى إيه؟ يخلوها وصية وينفذوها. يجي بقى الموصى لا ده اللي هم أولاد عمي دول بقى، يعني ممكن إيه؟ يكون عندهم بديل تاني اعرف في المدينه الجامعيه، فبقى معاهم الشقه يروحوا مأجرينها او معيرينها لغيرهم. لان ايه؟ موصى لهم بالمنفعه، فممكن هو كمان. فهمت بقى المساله؟ وموصى له بالمنفعه، ولا بد من كونه طبعا المعير ده لابد من كونه مختار، ما يبقاش فيه اكرار. مش كده برضه؟ ولا بد من كونه مختارا ايضا، فلا تصح من مين؟ من مكره. اديله يبقى لا تصح من مكره، لان طبعا لا يصح مال امرئ الا بطيب ايه؟ بطيب نفس. يبقى الاكرار يمنعه. طب ولو كان باكرار تبقى ما تقراهاش بباب الاعاره، تقراها بباب القصد. مش هتقراها بباب الاعاره، ده قصد بقى، ده واخدها مني قصد. طب افرض خدها من غير راي خالص، مش اكرهني، ده من غير راي، عيني عينك كده. راح حط المسدس وراح واخدها، يبقى نقد بقى، نقرب بالنقد. طب خدها من ورايا من الدولاب، يبقى حرام سرقها، تقرب بالسرقه. يبقى كل حاجه ليها باب. فاهم؟ كل فعل تشوف بابه فيها عشان تعرف راح جابه ايه. فاهم؟ ولا بد من كونه مختارا ايضا، فلا تصح من مكره. وكون مختار هنا عشان يخرج ايه؟ يخرج النهي والغصب من المسألة. قالوا كمان لا يصح التبرع تفريع على مفهوم الشرطين. المفهوم اللي هو ايه؟ اللي هو دلالة اللفظ حال السكوت، والمكتوب دلالة اللفظ حال النطق، مش كده برضه؟ أما أجي أنا أقول لك الكتاب ده ب10 جنيه، يبقى المنطوق بيقول لك 10 جنيه، والمفهوم انه مش ب20 ولا ب9 جنيه ولا بدولار ولا بيورو، طب 10 بس. يبقى المفهوم اللي هو تفهمه انت بالسكوت. فهمت المساله؟ زي ما قلت اعرض، يبقى بالمفهوم مأمورا بالإعانة وبالمفهوم ممنوعا من الانصراف. فهمت ازاي؟ يبقى المفهوم دلالة اللفظ حارس. وعلشان كده ما يقول ايه؟ فمن لا يصح تبرعه كصبي ومجنون لا تصح اعاراته تفريع على مفهوم الشرطين، لان قال لك ان الشرط الاول وشرط المعيد صحه التبرع وكون مالكا لمنفعه. صحه التبرع يبقى من لا تصح تبرعه ولا يملك المنفعه ولا يملك المنفعه، خدت بالك؟ هو من وشرط يملك المنفعة يبقى مفهومة من لا يملك المنفعة لا يصح عن المال. فهمت بقى كلام الشيخ؟ فمن لا يصح تبرعه تفريع على مفهوم الشرطين اللذين ذكرهما الشارع، الشارع على اللف والنشر المرتب، لأنه قال لك شرطين جنب بعض وجاب مفهومهم جنب بعض مرتبين،
يبقى يسموه لف ونشر مرتب. واحيانا يجي لف ونشر في العرب مشوش مرتب زي في القران: ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. قال الليل والنهار جنب بعض، قال لتسكنوا يعني في الليل، ولتبتغوا من فضله يعني في النهار. يبقى يسموه لف ونشر مرتب. وفي لف ونشر غير مرتب يجي في القران برضه، واخد بالك: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت. يعني هاي اللي بيض في الاول مش كده برضه؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لو كان مرتب يقول فاما الذين ابيضت يبقى اسمه مرتب. لا، ده جاب وخلاه مشوش يعني غير مرتب، فابتدى ايه؟ للاخير. فاما الذين اسودت وجوه اكفرتم ايه؟ والتانيين: واما الذين ابيضت بعدها ففي رحمه الله فيها خلود. يبقى ايه؟ جاء القران باللف والنشر المرتب واللف والنشر غير مرتب، والاثنين فصيح. هنا الشيخ تملي في كتب الفقه، لان مبناها ان الفهم الطالب تملي تعمل لف ونشر مرتب عشان ما تلخبطش الطالب. ما تختاروش المشوش علشان احسن الطالب مخه يتلخبط. عشان كده بقول لك على سبيل ايه؟ اللف والنشر المرتب. وقولك صبي ومجنون، ايوه محبوس سكر. نعم تصح إعارة الصبي والسفيه لما لا يقصد من منفعة كل منهما، لأن لم يحتاج إليه ولم تقابل ضرورة، سواء كانت الإعارة من نفسه أو وليه. طبعا بتفصيل تفصيل من تفصيل التفصيل، دي فرع وفرع من فرع من فرع. توليد لا، توليد أحيانا. يعني ينفع إن أنا أقول لابن جاري: لو سمحت هات لي شوية فول وأنت بتجيب الفول بتاعك الصبح، أو أنت بتجيب الجورنال لأبوك يا ابني بكرة، يبقى هات لنا الجورنال معاك. وأنا استعرت كده من فعلك، مش كده برضه؟ والصبي ما ينفعش إن أنا أستعير منفعته إلا بإذن والديه. وقال لك دي ينفع بقى، هي دي من ضمن الصور اللي تنفع. واخد بالك إزاي؟ من غير حتى إذن الوالي، لأن دي مش مقصود لذاته. مش مقصود لذاته، فهمت ازاي؟ يعني النفع مش هيجي لي من ذات الصبي، ده من فعل الصبي. اتفضل. خدت بالك؟ خدت يعني لطيفة، لأن الإمام الرمي حلها له، أصله كانوا زمان حصل مشكلة في القرن التاسع، هل يجوز إن أنا أبعت ابن جاري يجيب لي حل؟ المصريين كانوا علماء، عايز يخلي كل تصرفاته حلال، فخايف أحسن يكون التصرف ده حرام عند ربنا. فقعدوا بقى يتناقشوا، بعض الفقهاء قعدوا يقولوا لك الظاهر دي، اولا ده الحطها في باب الاعاره ولا الحطها في باب الاجاره، طب ما انت مش هتدي له اجره، دي مش اجاره، تقول لو كانت اعاره، يعني اعاره تستعير ايه؟ طب وهل يجوز اعاره الصبي او الاعاره من الصبي من غير اذن الوالي ولا ما يجوز؟ كانوا مناقشات طويله لحد ما قالوا الامام الرملي حلها له، اللي هو كان الشافعي الصغير ايام كان الشيخ الشاب رامي صغير ولا الثاني كان ايه؟ كان شمس الدين ابنه. كان احمد الشاب رامي احمد ابن محمد. الاثنين مدفونين جنب بعض في الشعريه. ولذا نسبه رملة لينجد، رملة لينجد، هما الاثنين طالعين من رملة لينجد اسمه رامي. ورملة لينجد دي تبع المنوفيه، قبل صغيره في المنوفيه. طلعت علم هو. ولذلك سئل الشهاب الرملي عمن قال لولد غيره اقضني كذا، هل يجوز له ذلك ام لا؟ فاجاب بانه ان كان يقابل بأخرى لا يجوز، والا جاز. خدت الحل هذا يعني. وقالوا من لا يملك المنفعه ما ينفعش برضه الاعاره، من لا يملك المنفعه كمستعير. المؤجر ممكن يعير لكن المستعير لا يعير. واضح؟ يعني انا لما اسلمك كتاب تقراه خطا شرعا انك تسلمه لغيرك الا باذني، لازم تتصل بالنائب تقول ممكن اسلمه لفلان وفلان، لكن لما اجر لك الكتاب اسبوع ب 10 جنيه ممكن انت تسلمه لغيرك من غير ما تستاذنه. فهمت بقى الفرق؟ ومن لا يملك المنفعة كمستعير لأنه إنما أبيح الانتفاع، فا
فلا أسمح له الانتفاع، فلا يملك نقل الإباحة لوالده. وقوله لا تصح إعاقه إلا بإذن المعين، يبقى لازم يرجع للمعين. فإن كانت بإذنه صح، ثم إن عين المالك من يعينه خرج الأول عن العارية بمجرد الإذن والضمان على الثاني دون الأول، وإن لم يعينه فالأول على عاريته والضمان داخل عليه ويضمن الثاني، فإن رد عليه بارك. فهمت المسألة بقى التفصيل ده؟ احنا قلنا ان المستعير لا يصح له ان يعير لغيره الا باذن المالك، كويس؟ فان اذن له ولم يعين له يظل الضمان عنه، فان عين هيعير لمين؟ ينتقل الضمان الثاني. واضح؟ فهمت؟ طب ان لم يعين الضمان يظل باقي على المستعير الاول. طيب، ويبقى في الحالة دي أنا أطالب المستعير الأول بالضمان، لو ضاع والمستعير الأداء يطلب الضمان من اللي أعاره هو، لكن أنا كلامي مع المستعير الأول. فهمت كلام الشيخ؟ قال: وذكر المصنف ضابط المعارض، أي قاعدة وقول في قول متعلق به. ضابط المعارض هو ما يقع عليه اللي هو الشيء اللي هيعارض، وكل ما امكن الانتفاع به منفعه مباحه مع بقاء عينه، اي وكل شيء سهل الانتفاع به ولو مهالا، يعني ولو في المستقبل، حيث كانت العاريه مطلقه يعني غير مقيده كنت او مقيده بزمن يمكن الانتفاع به فيه، يعني أعارضي مثلا الجحش، الجحش ده لا ينتفع بما يتركبش، جحش نعم صغير الحمار، هذا الجحش عشان الغير المصريين يمكن ما يعرفوش، الجماعة الماليزيين دول ما عندهمش حمير أصلا، ماليزيا بحالها دي ما بقاش ولا لكن مصر الحمد لله مليانة حمير، الحمد لله، فسهل يعني ممكن أنتوا تستوردوا الحمير. فطالما ما عندهمش حمير مش هيعرف كحش برضه من باب اولى، فلازم يبقى فهمت. يبقى اذا اعارتك انا مثلا جحشا صغيرا يعني حمارا صغيرا لا يصلح للركوب، والحمار اصلا المقصد فيه ركوب، الانتفاع بالركوب. لو اعارتك الجحش يوما لا تصح الاعاره لان مش هتعرف تنتفع، لكن اعارتك الجحش سنه ممكن بعد ست شهور الجحش ده يبقى حرام تركب جاهز بالتجنيد، ممكن تركبه، يبقى انا ممكن ايه انتفع بيه مهالا يعني بعد فتره، فهمت ازاي؟ في امن. ولو مهالا حيث كانت العاريه مطلقه او مقيده بزمن ممكن الانتفاع به فيه كالجحش الصغير، بخلاف ما لا يمكن الانتفاع به فلا يعرف كالحمار الزمن. حمار زمن يعني ايه؟ حمار عجوز مريض ما يتركبش نايم في الوسط. طب انا اعيره اعمل بيه ايه؟ ده لا هينتفع بيه مهالا ولا حالا، يبقى ده ما ينفعش العرب. وقول منفعه مباحه اي مقصوده، بخلاف التزين بالنقدين والضرب على طبعهما لانها منفعه ضعيفه قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الانفاق. نعم إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك كما بحثه بعضهم صحة اتخاذها مقصدا، وإن ضعف وكذلك إذا استعار طعاما يطبخ على صورته يصح يعني مع بقاء عينه. طيب يعني إيه حكاية إيه إن يستعير النقدين؟ النقدين كان زمان النقد عبارة عن دراهم فضة وعندنا نير ذهب، فلو استعارهم واخد بالك ازاي؟ بخلاف التزين بالنقدين والضرب على طبعهم، لو استعارهم على انه يعملهم سلسله بنته يوم فرحها تتزين بيه، فنفس ده وبعدين ما يرجعوهم، وان هو علشان يخليهم كده هيضرب على الطبع بتاعهم،
يعني يضيع المحفور على الدينار. الدينار مكتوب عليه مثلا واحد دينار مثلا الملك فلان او الحكومه الفلانيه او شيء من هذا، يبقى مطبوع عليه عشان يبين ان ده عمله. فهمت ازاي؟ فهل يجوز ان انا اطبع عليهم واحولهم لدينه واستعمله وانا واخده منك دينار اروح انا طابع عليهم ام لا؟ يعني بالطريقه دي انا ضيعت نقديتكم لكن ما ضيعتش قيمتكم. يعني ما ينفعش اصرفكم على انه دينار لكن ممكن ابيعه على انه ده. فهمت؟ فغيرت بقى الصوره. فادي معنى كلام الشيخ. يقول لك لو كان نقصد معروف عرفا وهذا لا يؤدي الى خسائر فيجوز والا لا يجوز. عشان كده مره قال لا يجوز ومره قال لك ضعيف ومره قال لك يجوز، يبقى بيختلف اختلاف الزمن. يبقى في احكام تختلف اختلاف العرف والزمن. واضح؟ نقرا ثاني كلام الشيخ. بخلاف التزين للنقدين والضار على طبعهما لانها منفعه ضعيفه قلما تقصد، ومعظم منفعتهما في الانفاق. نعم إن صرح بالتزين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك كما بحثه بعضهم صح في اتخاذها مقصدا. يعني لو صرحنا قال لك على فكرة هاخد مزاين يوم بنتي وحاطة عليهم وأنت وافقت تمشي وإن كان هذا المقصود ضعيف. واضح؟ وكذلك إذا استعار طعاما ليطبخ على صورة جارتك بتعمل كيكة حلوة كده وزواها حلو وأنت بتعجبك الكيكة فتقول لمراتك استعيريها منها وزوقيها زيها بالظبط. مش هناكلها، هنحطها قدامها ترس بالزواج. يبقى وترجع لها تاني. واضح؟ وكذلك إذا استعار طعاما ليطبخ على صورته لا ليأكلها، لأن لو أكله يبقى ما ينفعش إعارة، تبقى هيبة، تبقى هدية، صدقة أي حاجة. وقول مع بقاء عينه أي كالعبد والثوب وغيرهما. وقول جازت اعارته اي حلت وصحت وان كرهت في بعض الصور كما مر فقط. قول فخرج بمباحه اله الاكل اي كالمسمار والطربوق والدربوك. عارف الدربوك في الطبله الشامي تلاقي طبلتين في بعض كده صغيرين من عربيه ربنا ودربنا واخد بالك يسموها دربوك، وساعات تبقى كبيره كده يسموها بومبيز، وساعات تبقى لو مش عارف كده بحطها في انواع كتير لكن اسمها دربوك وليها راس حتى مره. واخد بالك؟ ما عندكوش انتوا ثقافه دراجوكلي. ممكن يبقى لا يجوز ايه؟ استحيل اعاره مثل هذه الاشياء. وفي حاجات تعمل كمان يحط فيها شغالين يسموها المصريين ريت. واخد بالك؟ فيقول لك لو شالوا الشغالين جاز ولو مش شغالين لا يجوز. الشغالين يعني يجوزوا الطبله. ولا يجيز الشخاليل. واخد بالك؟ تفاصيل يعني. اي كالمزمار والطنبور والدربك. وقول فلا تصح اعارتها اي لان منفعتها محرمه. وقول وببقاء عينه اي وخرج ببقاء عينه. قول اعارة الشمع. الشمع بفتح الميم دي اللغه الفصيحه، المصريين يقولوا شمعه يسكنوا الميم، لغتهم كده. لكنها صحيحه برضه بس ضعيفه من حيث الفصاحه. لكنها لغيه من لغه العربيه. لعلمك اقرب اللغات العاميه الى الفصحى هي لغه المصريين. دي باعتراف كل علماء اللغه العربيه. لغه المصريين اقرب اللغات الى الفصحى. وقلما تجد في لغه المصريين حاجه ما تلاقيهاش فصيحة. حتى كلام المعاني اللي يقول لك يقول لك يا اخي شيل الشرطة دين دين هي هقول دين بس في لغة العرب يجوز الدال والدال ده تبقى ده يعني ده تبقى لغة فصيحة مش كده برضه؟ ونقول بتاعي يعني متاعي. ابدال الميم ده مكة ومكة فصيح. والكتاب ده بتاعي بلغة المصريين العامية اللي هم قاعدين حتى على المصطبة ولا راحوا الأزهر ولا اتعلموا لغة مش كده برضه؟ جاية من إن متاعي متاعي بتاعي
فهمت ازاي؟ فتلاقي لغه المصريين كلما تعمقت في العاميه دي تجدها فصيحه جدا وليها اصل فصيح. خدت بالك؟ فالمهم وقالوا اعاره الشمعه الشمعه او الشمعه الشمعة طبعا افصح لكن الشمعة لغة برضه. الشمعة علشان تولع بيها حبسيح يبقى هتستهلك يبقى ما ينفعش العمل. مش كده برضه؟ بفتح الميم في المفرد كالجبر. شمعة وشمعة. وإن اشتهرت كان على ألسنة المولدين. وقالوا للوقود للوقود بضم الواو لأنه بفتح اسم لما يوقد فيه. للوقود يعني للولع. إنما للوقود للمولع نفسه. يبقى بفرق إن أنا أستعمل الحاجة للإشعال وإن أنا أخلي الحاجة دي نفسها تشتعل. الحاجة اللي بتستعمل للإشعال يسموها إيه؟ وقود. والحاجة اللي بتشتعل يسموها وقود. بفتح زي سحور وسحور. سحور هو ما يتسحر الاكل نفسه. طب والسحور الفعل زي ان انا اقوم بالليل كده واكل في ميعاد مش من طبيعتي ان انا اكل فيه. كل ده استعداد ان انا اصوم ثاني يوم يسموه ايه؟ سحور الفعل ان انا لكن الفول والزبادي المصريين لازم يسحروا فول وزبادي والا تبقى مشكله. تبقى عندهم مشكله كبيره. يبقى الفول والزبادي ده اسمه ايه؟ سحور. انما القيام من النوم ده على ترابيزه الاكل وانت مش من عادتك تعملها في نص الليل ولا بعد نص الليل يبقى فعلك الايوان ده اسمه ايه؟ سحور. واخد بالك؟ وكذلك طبعا فطور وفطور ووضوء ووضوء. وضوء الفعل ذاته والوضوء ما يتوضا به وهكذا. لغه العرب جميله على فكره والله. احنا احنا لازم نحب اللغه العربيه لاولادنا ولاخواننا والمسلمين لان هي مفتاح القران ومفتاح السنه وكل ما تتعمق هتلاقي اجمل لغه واحلى لغه. وعشان كده ربنا اختصها من جميع اللغات وجعلها موضع تجلي كلامه بحروفه. ده خلاها مقدسه. خلاها لغه مقدسه. هي قبل نزول القران كانت لغه فصيحه لكنها مش مقدسه. بعد نزول القران بيها بحروفها صارت مقدسه. فقدسها القران. فلازم بقى اللغه المقدسه لا نهتم بيها. في لغات ثانيه ربنا نزل كتبه بيها وما مش مقدسه لان لم يتعهد بحفظها. كانت حاجه زمنيه. الانجيل والتوراه نزلوا بالعبرانيه بالسريانيه على خلاف من علماء التاريخ. نحن ما نعرفش لا شفنا التوراه الاصليه ولا شفنا الانجيل الاصلي. ومختلفين هل هو كان بالعبراني ولا كان بالسرياني ولا بلغه قديمه احنا ما نعرفهاش بالقرب ولا ما نعرفش. وربنا لم يتكفل بحفظها فاندرست. لكن القران وتكفل بحفظه يبقى تكفل بجعل اللغه العربيه مدى القرون مقدسه. وعشان كده تلاقي جماعه الاتراك كمان يراعوا الحكايه دي قوي. المسلمين الاتراك ما يكتبش اللغه العربيه لو هو قاعد على الارض في وضع التشهد. ما يكتبهاش على المكتب كده زينا زي المصريين كده واحنا لا لا دي اي لغه الا العربي لان لغه القران. يروح يكتبها وهو قاعد على الارض وفي وضع السجود ويكتبها. اذا جعل من حروف العربي محل تجلي الله بصفه الكلام فيه فبقت مقدسه. بيسموها اللغه المقدسه. حتى هناك معاهد الخط العربي مش حاطين فيها ترابيزات. تخش كانك داخل جامع. كل يقعد على وضع التشهد يتعلم الخط العربي. عشان كده احسن لما احترم اللغه العربيه ده الاحترام ده هم ملوك الخط العربي. الاتراك ملوك الخط العربي. لان راعوا الادب. كل ما تراعي الادب مع الحاجه ربنا يفتح لك بيها مجال. احنا راعينا الادب في النبرات والالفاظ عشان كده احسن من يقرا القران المصريين. راعينا الادب قوي في المخارج وطريقه الالقاء بتاعت المقرين المصريين دول. يعني عشان كده يقول لك نزل في مكة كتب بتلقية قرئ في مصر على القرآن. واخد بالك؟ سمعت ايوه. بالنسبة للإعارة المستهلكة ده ما اسمهاش إعارة. المستهلك ده يسموه كده.
أو بيعمل شراء. لا أقصد يعني أنا استلبت وقود. عرضت وولدت وقود. لأنه ممكن أعيره وأرجع نفس اللي أو الشمع أرجع نفس اللي. لا 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 يعتبر في الحالة دي تبادل نسل النسل. والتبادل ده نوع من البيع والشراء. يعني أنا اشتريت منك ده بده. واخد بالك أو مبادلة. واخد بالك إزاي؟ مبادلة. يعني رديت الشيء بمثل. واخد بالك إن كان له مثل. إن كان له مثل. إنما الأشياء التي لا مثل لها يبقى ما ينفعش إن أنا إيه وبتستهلك عينها ما ينفعش أستهلك. واخد بالك. وقول للوقود لضم الواو يا ضم فتح اسمي لما يوقد به على ما هو المشهور وليس مراد هنا. وقول فلا تصح لان الوقود يحصل بذهاب عينها وكذلك اعاره المطروح. يعني ما ينفعش انا اعيده ايه عود كبريت فوق الدهون وهو مجرد المشط كده. الدهون بقى جدعان ما يبقاش حاجه بس ما اسمهاش اعاره. ما قولوش الدهون يعني شويه خلاص انا الدهون كده وخلاص. من باب ورد عنا المعروف ما منعش عن المعروف. قالت اني حاجه بسيطه وبتاع ده وخلاص الحكايه سهله. ودي من خصال الموجبه للجنه انك انت تديله الحاجه البسيطه دي وما تطلبوش فيها كمان. ودي تلاقيها موجوده عند كثير من المسلمين يعني. تلاقي نفسك كده وانت مسافر وقاعد تربط الشنط بتاعتك تلاقي منك حبل صغير. واحد قال لك ممكن اخد بايد الحبل ده بس اربط بيه شنطه وناخده. هذه من خصال الموجبه للجنه. واخد بالك وهكذا. يعني مش كله يقول لك لا تصح يعني يقول لك ما تعملش لا يعني لا تصح اعاره يعني اديها له يا اخي. هو طالب منك شمعة ما تديهالوش اعاره. اديها له غيرها ما تطلبش منه حاجه. مش معنى كلمه لا تصح يعني يقول لك يعلمك الندالة لا يعني لا تصح بباب الاعاره لكن تصح بباب الاخر. بس انت تفتكر ان الشيخ بيعلمك اللي هي الندالة وده ما يصحش. وقوله مبتدأ خبره قوله مخرج. أما الأول وقوله إذا كان المنافع أثارا مخرج للمنافع. قوله مبتدأ وخبره فين؟ كلمة مخرج للمنافع التي أعني. وقوله مبتدأ خبره قوله مخرج بصيغة اسم الفاعل. وفي بعض النسخ فخرج بصيغة الفعل الماضي بدل مخرجا فخرج. اللي هي قوله اذا كانت منافعه اثارا في بعض النسخ قد خرج المنافع التي هي عين. كويس الثاني قال لك مخرج قال لك لو خرج دي هنضطر نقدر خبر لكن لو قلنا مخرج باسم الفاعل يبقى دي خبر وخلاص اتحلت المشكله مش هنقدر حاجه. ادي معنى كلام الشيخ. فخرج بصيغه الفعل الماضي وهو غير ظاهر لعدم خبر المبتدا على هذه النسخه الا ان يقدر كما قال قيد في صحة العارية. قول إذا كانت منافعه آثارا بالمد خلافا من قال بالقصد كالشيخ الخطيب. الشيخ الخطيب الشربيني في شرحه قال إيه؟ آثارا 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 يعني إيه بالنون مش آثارا آثارا خدها خلاها كده الشيخ الخطيب الشربيني في الشرح. وهو جمع أثر كسبب وأسباب والمراد بالآثار غير الأعياد. ولذلك قال الشارح مخرج للمنافع التي أعيان واعترض ذلك لأن الشارح مين؟ الطرماوي. ها؟ أمال الشارح اللي هو هيبقى مين؟ الشارح اللي هو ابن غزة ابن قاسم ابن غزة. إذا سأل الشارح يبقى ابن قاسم ابن غزة. ولو قال النحاشي يبقى ضرب يبقى انك مخرج المنافع التي هي اعيان واعترض ذلك بان المنافع لا تكون الا غير اعيان فيكون قيد المصنف مستدركا. وقول الشارح مخرج للمنافع التي هي اعيان غير مستقيم ولعله فعل ذلك مجاراه لكلام المصنف الموهم أن المنافع قسمان أعيان وغير أعيان وليس كذلك. وأجيب عن ذلك بأن المراد بمنافعه في كلام المصنف الفوائد التي تستفاد منه
ولا شك انها بهذا المعنى قسمان اعيان كلبن الشاه وثمر الشجره. يعني انا ممكن اعيرك النخله عشان تاخد ثمر، يبقى النخله اعاره والثمر اباحه، واخد بالك؟ وعيرك الشاه عشان تحلبها وتاخد لبن، تدير الشاه ليه؟ كلبن الشاه وثمر الشجره وغير اعيان كسكن الدار وركوب الدابه. فظهر ان قيد المصمم غير مستدرك، وان قول الشارع مخرج للمنافع التي هي اعيان مستقيم. وده ادب المشايخ مع بعضهم، يعني كلام الشارع يحتمل الخطا من وجه ويحتمل الصواب من وجه اخر. ما يمشوش على الاحتمال الخطا ويسكت ويقول اخطا. لا، يقول لك لو فهمته كده هيبقى اعطى، لو فهمته بالطريقه دي تلاقي كلامه مستقيم، فخليها بالطريقه دي. بخلاف بقى طريقه بتوع اليونان دول بيدور على السقطه واللقطه وطلعها مقطوعه. فده يبين لك ان الناس دي كانت مؤدبه، وان الجيل بتاعنا جيل مش مؤدب. لان الناس دول اتربوا على المشايخ. اللي اتربى على شيخ تلاقيه مؤدب، واللي اتربى من غير شيخ زي العيل اللي اتربى في الشارع. نسميه احنا المصريين واد شوارعي. فاللي اتربى بالشيخ ده اتربى وليه امر. واخد بالك ازاي؟ تعلموا الادب. انما اللي اتربى من غير شيخ ده بتربي في الشوارع تحت الجدال وفي الازقه. فتلاقيه غير مؤدب، وللاسف كان في ناس هجموا على العلم من طريقه فبقوا مولاد شوارع. علماء شوارع، يعني لا اسناد له، ما تربوش على المشايخ. جاب الكتاب كده قراه حفظه، وهو علم سكان وعنده حسن تعبير وعنده حسن قبول على الناس وكاريزما، يقعد كده يبقى مركزه. الناس كلها تحبه زي هتلر. هتلر لما كان يخطف الالمان ومتدنجين، لما خرب الدنيا وخرب المانيا وخرب اوروبا وخرب العالم، ما هو 40 مليون عنده كاريزما. والكاريزما دي وباء ومشكله مش سهل، لانه بيشعروا بفوق الناس وبتملى قلبه كبر. فربنا ينجينا ونجينا من الكاريزما دي كمان. انها مشكله مفتنه. كان ايه المشايخ والاولياء يتمنوا ان هم ما يبقاش ليهم قبول. واخد بالك؟ ما يحبش القبول علشان الناس لا تقبل عليهم، لان لو اقبل عليهم الناس حجبوهم عن الله. فهمت ازاي؟ والاولياء بقى دعوه ربنا يقول الكلمه وما لناش دعوه، الناس قبلتها ما قبلتهاش بيولدها وضميره بيريح نفسه. سلام عليكم. يبقى رب اشعث اكبر اذا سمع الله يا رب. فتاخد بالك من الحكايه دي. فيعلمك ان المشايخ اللي اتعلموا على المشايخ مؤدبين من خلال السطرين دول بس تعرف الادب. طب هات كتاب بتاع اليومين دول واحد بيرد على التاني والاثنين من اهل الدين اللي بيتكلموا في الدين، يعني فيقول ايه؟ وهو ضال مضل وجعل هذا الامر ونسي مش عارف ايه ونسب على غيره وقله اطلاع ولم يقرا ولم يعلم. نص الصفحه شتيمه. وبعدين في الاخر بعد تقرا نص الصفحه الشتيمه فين؟ ولا في الاخر الصف اللي هو عايزه. مش دي اللي بتحصل؟ هات بقى الكتب بتوع اليوم دول واقرا الكتب القديمه. تعرف الفرق بين التربيه دول وتربيه الجيل. ده تربيه مختلفه. فعايزين نرجع تاني للادب، لان كلما تادبت فتحت لك الايه؟ ابواب الفوائد كلها. وكلما لم تتادب تغلق لك ابواب الفوائد. قول المخرج للمنافع التي اعيان ضعيف، والمعتمد عدم الاخراج على ما ياتي ونحو ذلك، اي كدواء للكتابه بحبره. ممكن انك انت تعيد الدوايا المليانه حبر علشان يستعمل حبرها الى هذا ويرد لي الدوايا اعاره للوعاء نفسه. فهمت المساله؟ زي ما تعيد الحله فيها طعام، الطعام ياكله ويرجع لك الحله ولا ياخد الحله كمان. بساعات الكلام تقول بنتها يا بنت اديهم طبق رز ابو لبن ده وقول لهم بعد ما يخلصوك ارجعوا لك طبق. مش كده؟ يبقى بيضيفوا اللي فيه لكن ما بيدوش نفس الواحد. وبتحصل حاجات كتير. فانه لا يسع
الشحي إن قلنا أن اللبن والثمر ونحوهما مأخوذة بطريق العارية فكأنه عار اللبن والثمر ونحوهما والمعتمد أنها مأخوذة بطريق الإباحة والشاء والشجرة ونحوهما معار لمنفعة وهي التوصل لحقه من اللبن والثمر ونحوهما كما صرح به شيخ الإسلام في شرح شبار وفي شيخ الإسلام شيخ زكريا الأصبحي شيخ الإسلام ليس زكريا الأصبحي في كتب الشافعية وما يقول لك الإمام ولما يقول الإمام إنه هو الرب أو الشيخان كما صرح لشيخ الإسلام في شرح شباب وغيره فالإعارة بذلك صحيحة عن المعتبر قوله فلو قال لشخص خذ هذه الشاة إلى آخر الفقر فإن هذه السورة وما قبلها على كلام الشارع أن هذه صرح فيها بالإباحة بخلاف ما قبلها والمعتمد الصحة فيهما لأن رب العلي القائم نقار قصد الإباحة وإن لم يصرح بالإباحة فالمعنى عليه وقول قد أبحتك لو راى ليلى بنان اللي هي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها ايه؟ يسميها منيحة العنز 40 خصلة حديث في البخاري 40 خصلة من فعل واحدة منها ابتغاء مرضات الله وتصديق موعدها أدخله الله الجنة أدناها أو أعلاها منيحة العنز أعلاها منيحة العنز يعني إيه إنك أنت تديله العنزة بتاعتك تقول له اشرب لبن وارجع له يعني يحلبها ياخد حلبته ويرجع لك أبحتك ذرها أي أبناه وقوله ونسلها أي أولادها وقوله فالإباحة صحيحة والشعري وكذلك ما قبلها على المعتمد كما علمت وتجوز أي تصح وقول العلي أي عقلها وقول مطلقا حل ما العلي نقف عند إيه وتجوز العلي مطلقا مقيدا بمدة يوم الاثنين الخمس الاثنين اللي معه هيبقى غالبا وقت عرفات هناخده اجازة يبقى الاثنين القادم وبعدين ناخد اجازه الاثنين اللي بعده وبعدين ننتقل الاثنين اللي بعده يكون العيد خلص بعد رايك قالوا في ثلاث ايام فقال بقى انا باخد اجازه الاثنين بعد القادم اللي هو وقت عرفات وفي العمر سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه